السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ان شاء الله الفيديو ديال اليوم فيه واحد المجموعه ديال الحركات اللي هي عندها جوج ديال الاهداف. الهدف الاول هو انها غتحرق لنا دهون، والهدف الثاني هو انها غتبني لنا عضلات وغادي يعني تعطينا واحد الجسم اللي هو ملائم. كيف ما كتعرفوا، الا اعتمدنا على التمارين اللي كتحرق غير الدهون 100% بطبيعه الحال، من بعد ما غادي تحيد الكاش غادي يضعفوا اليدين، وهذا غادي تخلي لنا ترهلات، غتعطينا واحد الشكل ديال الجسم غير ملائم ما غيعجبناش. كيف ما كان ما عجبناش راسنا وحنا غلاظ والشحمه والكاش، ما كانش عاجبك الشكل ديالك، واخا غتفقد ديك الدهون ما غيبقاش عاجبك الشكل ديالك يعني بالشكل الاخر اللي فيه ترهلات. داكشي انا كنحاول ما امكن نعطيكم واحد التمارين اللي كتحرق دهون وفي نفس الوقت كتخدم العضلات باش تعطيك واحد الشكل وواحد الجسم اللي غيكون متناسق وباين جسم رياضي ماشي جسم نحيف او لا. هذا المهم، كنتمنى ان هذه الحركه تعجبكم، وان شاء الله عندي لكم واحد المفاجاه اللي هي مفاجاه يعني زوينه، هي غتكون ان شاء الله الشروط ديالها في اخر الفيديو. تابع معايا الفيديو حتى الاخر وغادي تلقى الشروط. هذه المفاجاه هو انني غادي ندير واحد الجروب في الواتساب ان شاء الله، وغندير واحد الجروب يعني في الفيسبوك، وغادي نبدا ندير يعني طيله شهر رمضان ان شاء الله الله بالنسبه لهاد الناس اللي غادي يعني يتقيدوا معايا في هذا الجروب هذا. طيله شهر رمضان غنبقى ندير لهم حصص يوميين، غندربهم يعني تدريب مباشر، يعني كل واحد يعني غنخدم معاه شخصيا كما تنقولوا فاس فاس انا وياه. غادي نخدم معاه يعني على حسب الوزن ديالو، على حسب الطول ديالو، على حسب الحاجيات ديالو، التمارين اللي كيحتاج، سواء البرنامج الغذائي اللي غيحتاج، سواء البرنامج الرياضي اللي غيحتاج. هادشي غنخدموا مع الناس هادو بالمجان. بالنسبه للناس اللي غيبغيو يعني يدخلوا معنا في هذا الجروب في الواتساب او في الجروب اللي غادي نديروا في الفيسبوك باش يستافدوا من هذا يعني من هذا الشهر ديال التدريب طيله شهر رمضان بالمجان. كنتمنى انهم يتابعوا الفيديو حتى الاخر باش يشوفوا الشروط ديال المشاركه في هاد في هاد في هاد جوج ديال لي جروب. ما نطولش عليكم ويلا شوفوا معايا الفيديو. 6 5 4 3 2 1
كنتمنى ان هاد الحركات يكونوا يعجبوكم. بالنسبه للناس اللي بغاو يشاركوا معنا في هاد لي جروب هادو اللي غنترينيو ان شاء الله فيهم في رمضان بالمجان، كنتمنى انكم تخليوا لي رساله فيها الاسم الشخصي والاسم العائلي ديالكم وفيها الرقم ديال الهاتف ديالكم وفيها الوزن والطول ديالكم، وانا غادي ندخلكم في هاد لي جروب هادو. بالنسبه يعني للناس اللي بغاو يصيفطوا لي هاد المعلومات هادي يمكن لهم يصيفطوهم لي اما عبر الواتساب ديالي اللي الرقم ديالو كيبان هنا قدامكم، اولا يمكن لكم تخليوهم في لي كومونتير هنا تحت لا فيديو وانا غندخلكم ان شاء الله في هاد لي جروب. كنتمنى ان الفكره ديالي تعجبكم ويعجبكم هاد الحركات وتهلاو في راسكم.